إذن ومشاهدينا نرى الآن هذه الصور لاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية. إذن مشاهد من مراسلنا في الجنوب اللبناني لاشتباكات اندلعت بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان. على كل حال سيكون معنا مراسلنا من لبنان ليعطينا مزيدا من التفاصيل عن هذه الاشتباكات التي نرى صورها الآن. إذن كنا ذكرنا بأن القصف الإسرائيلي على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان تجدد، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قصف مواقع عدة في لبنان ردا على هجمات قال بأن حزب الله استهدف فيها إسرائيل. ولكن ما نراه الآن هي صور وفيديوهات لاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ قليل على الحدود. لا نعرف بعد تحديدا أين على الحدود اللبنانية، نحن بانتظار أن يجهز مراسلنا ليطلعنا على مزيد من التفاصيل. وقبل هذه الاشتباكات كان الجيش الإسرائيلي أطلق عددا من القذائف الضوئية مستهدفا فيها وادي حامول واللبوني شرقي الناقورة. إذن على ما يبدو مراسلنا من الحدود الجنوبية اللبنانية ينضم إلينا محمود شكر، أهلا بك. هل هناك أي تفاصيل جديدة عن هذه الاشتباكات التي أرسلت لنا الصور الفيديوهات؟ أين تحديدا تدور هذه الاشتباكات؟ في الحقيقة هذه الاشتباكات كانت استثنائية في مجريات المعارك التي بدأت منذ طوفان الأقصى، وأيضا تتوقف عليها ويتوقف عليها كل المراقبين الآن، لأن هذه الاشتباكات لأول مرة تحصل بالأسلحة الخفيفة وأيضا بالأسلحة المتوسطة ما بين المواقع الإسرائيلية العسكرية في مستوطنة مطلة وأيضا ما بين المقاتلين التابعين لحزب الله في بلدة كفر كلا. هذا الاشتباكات استمرت لأكثر من 3/4 ساعة مع بداية هذا المساء، وكان قد سبق استهداف الحزب للموقع العسكري في المطلة، ولكن هي لأول مرة تجري على هذا المنوال ويكون هنالك إن كان قصف أو تمشيط أو عمليات إطلاق مكثفة من قبل الطرفين وعلى مدى 3/4 ساعة. ببعض الوقت تذكر بعض الوسائل الإعلامية عن سقوط لبعض القذائف، نحن ذهبنا سريعا للتدقيق في هذه المعلومة إن كان هنالك من استمرار لهذه المواجهات التي بدأت منذ حوالي الساعة. ولكن المهم في هذه المسألة أنها لأول مرة تجري على هكذا منوال أو على هكذا طريقة عسكرية بأن يكون هنالك اشتباك بالأسلحة المتوسطة وأيضا بالأسلحة الخفيفة، مما يعني أن هنالك مجموعات من المقاتلين العسكريين الميدانيين على الأرض يقاتلون من جهة باتجاه الجهة الأخرى.